لقاء اليوم كان لقاء رائع من حيث مواضيع الملقاة ومن حيث أيضا المشاركة والأسئلة، فكان لقاء ناجح الحمد لله. شفنا الناس اللي جاءوا من مختلف ولاية الوطن، شفنا ناس من العاصمة ولكن شفنا ناس أيضا برج بوعريري، شفناهم من بشار، من سطيف، من وهران. يعني حدث صغير مثل هذا جلب ناس من مختلف المناطق، هذا أمر رائع. والمشاركين هم أساتذة جامعيين طلبة، يعني الأمر يهمهم. وبما أن الموضوع كان حول البحث العلمي في الجزائر فهذا أمر مهم جدا. كان لي عظيم الشرف أن أشارك للمرة الأولى في هذه الأيام الدراسية الصيفية في إيناس، كما أنني حاليا عضوة جديدة في Board of Directors. أنا سعيدة جدا بتواجدي في هذا في إيناس وكذلك في مؤسسة النخبة، وسعيدة أيضا بمشاركتي في هذا الملتقى والذي نتمنى أن تنبثق منه أفكار ومشاريع تساعد بالأساس الجامعة الجزائرية والقطاع الجامعي بإذن الله. هذه اللقاءات فيها نوع من الاستدامة المهمة، الموضوع بحد ذاته موضوع مهم جدا ويحتاج إلى وقت كثير حتى نطرق فيه بالعمق اللازم، لأنه من المهم أنه يعني نفهم مكانتنا، مكانة البحث العلمي وتقييمنا للبحث العلمي، حتى يمكن أن نفهم أين نتوجه به. وهذا الوجهات هذه نفهم وجهات الغير ونفهم سياقنا ووجهاتنا إحنا. بهذا النقاش بهذا التطرق لهذا الموضوع نتفادى في رأيي المواكبة العمياء، بل نبدأ بطرح الإشكال، طرح الإشكال أين نحن من البحث العلمي، نقيم أنفسنا حتى نسطر يعني الخطوات اللازمة للتقدم.